بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في قناة أبناء البترول أويل سانس، وهي قناة مهتمة بجميع أخبار ومجالات وشركات البترول والوظائف الخاصة بمجال البترول وكيفية التقديم لها. إن شاء الله النهاردة موضوع حلقتنا هنتكلم فيه عن شركة ميجاتون للبترول. شركة ميجاتون للبترول تسمى بالشركة العالمية لتصنيع المعدات البترولية أو for manufacturing petroleum equipment. تمام؟ الشركة دي هي تعتبر إحدى شركات قطاع البترول المصري. تأسست شركة ميجاتون أو الشركة العالمية لتصنيع المعدات البترولية سنة 2005 كشركة مساهمة مصرية. طب إيه هو نشاط الشركة أو المهام أو الخدمات اللي بتقدمها شركة ميجاتون؟ أول حاجة تستخدم أو تقوم الشركة بتصنيع وإنتاج وتوزيع وتركيب وصيانة كل من طلمبات تموين وقود السيارات والمهمات والمعدات المستخدمة في محطات خدمة تموين السيارات، وأيضا أجهزة المراقبة والتحكم في سهريج المواد البترولية. بإذن هي دي أو أولى الخدمات أو أولى المهام اللي بتقوم بها أنشطة أو إحدى أنشطة الشركة. ثاني حاجة من أنشطة الشركة أنها تقوم بتسويق وتوزيع كافة منتجات شركة جلوباركو وفيدر في السوق المصري. بإذن في شركتين، شركة تسمى جلوباركو وشركة تسمى الفيدر. ده هي شركة ميجاتون مسؤولة عن توزيع منتجات هذه الشركات في السوق المصري. النشاط الثالث للشركة أن تقوم شركة ميجاتون بالتعاون مع الشركات العالمية الأخرى لمعدات محطات خدمة تموين السيارات والمستودعات البترولية. بإذن احنا كده اتكلمنا عن بعض المعلومات والتفاصيل الخاصة بشركة ميجاتون، ومنها أن أول حاجة الشركة تسمى شركة ميجاتون بالشركة العالمية لتصنيع المعدات البترولية. الشركة دي تعتبر من شركات قطاع البترول المصري. تأسست الشركة ميجاتون أو العالمية لتصنيع المعدات البترولية سنة 2005 عام 2005 ميلادية كشركة مساهمة مصرية. قلنا من أنشطة الشركة للشركة اللي تلت أنشطة. رقم واحد تصنيع وإنتاج وتوزيع وتركيب وصيانة كل من طلمبات تموين وقود السيارات، المهمات والمعدات المستخدمة في محطات خدمة تموين السيارات، وأيضا أجهزة المراقبة والتحكم في سهريج المواد البترولية. النشاط الثاني من أنشطة الشركة أنها تقوم بتسويق وتوزيع كافة منتجات شركة جلوباركو وفيدر في السوق المصري. ايضا النشاط او الخدمة الاخيرة بتقدمها الشركة انها تقوم بالتعاون مع الشركات العالمية الاخرى لمعدات محطات خدمة وتموين السيارات والمستودعات البترولية. اخر حاجة هنتكلم عنها خاصة بشركة ميجاتون للبترول او الشركة العالمية لتصنيع المعدات البترولية هي بيانات التواصل والاتصال الخاصة بالشركة. هنعرف مع بعض عنوان المقر الرئيسي للشركة او عنوان الشركة، 97 شارع عمر بن الخطاب الماظة، مصر الجديدة، في القاهرة، في جمهورية مصر العربية. بإذن ده العنوان الخاص بالشركة او عنوان المقر الرئيسي الفرع الرئيسي الخاص بشركة ميجاتون للبترول. الشركة ليها تليفون ارضي زي ما واضح قدامنا 022-41-80-591، وايضا الفاكس الخاص بالشركة 022-41-80-596. بيتم التقديم على وظائف الشركة اما عن طريق المقر الرئيسي والرسمي للشركة اللي هو العنوان بتاع الشركة زي ما احنا شايفين، وده اللي هو 97 شارع عمر بن الخطاب الماظة، مصر الجديدة، في القاهرة، مصر. يا اما ممكن برضو في طريقة اخرى، وهي عن طريق ارسال السي في فاكس الى مقر الشركة. طبعا ده رقم الفاكس بتاع الشركة، بنرسل السي في عن طريق الفاكس. وبكده يبقى انتهت حلقة النهاردة. ان شاء الله نكون قدمنا لكم معلومات جديدة ومفيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.